ناخد مين معانا؟ منى، قولي يا منى. أي يا دكتور، السلام عليكم. اتفضلي يا منى. عليكم السلام. حضرتك انا متجوزه من 20 سنة. متجوزه من 20 يوم؟ من 20 سنة. من 20 سنة. سنة. انا قلت الفوط لسه بحالها. لا حضرتك، انا محاسبه يعني موظفه. وبعدين جوزي لمس فيه البخل في بدايه جوازي، فبدات ان انا احط قصص في المصاريف وكده، بدات اساعد بجزء من فلوسي، وكنت باخد منه مصروف بيت. يعني انا عندي بنت حاليا في ثانوي، بيصرف بالعافيه، يعني اي حاجه خاصه بالبنت او البيت فيما عدا المصروف كان بالعافيه وبالخناق وبالمشاكل، ومفيش اي وفاء ولا اتفاق خالص. يعني المهم، بنتي طبعا لما كبرت دلوقتي، انا طبعا كنت مستحمله علشان بنتي، لاني مش هتجوز ثاني عشان خاطر بنتي اربيها. يعني هتتجوزي؟ انت دلوقتي بتفكري، بتحطي السيناريو انك انت اتطلقتي. استني بس، انت حطيت السيناريو خلاص انك اتطلقتي ومش هتتجوزي. انا دلوقتي شقتي. استني بس، يعني انت دلوقتي تخيلتي الخيال القذر بتاع انك انت اتطلقتي ومش هتتجوزي. انا ما اطلق، لا عشان بنتي، انا مش عايزه اتجوز عشان انت اتطلقتي يا بت. لا يا فندم، حرام تتكلمي الكلام ده يا بابا. انا ما قلتش كده. لا، انت على ذمه راجل يا بت. ما تقوليش لو اتطلقت، لو اتطلقت مش هتجوز. موضوع سابق لاوانه. حضرتك انا دلوقتي مستقله، انا وبنتي، بنتي دلوقتي مستقلين. الاستقلال التام او الموت الذئاب. بنتي رافضه ان هي تعيش. ايوه هي رافضه، هي رافضه ابوها، رافضه باباها، مؤدبه. في مشاكل، في مشاكل. ايوه مشاكل جامده. مشاكل ايه بقى؟ هو الراجل مش عايز يصرف يا اموره، يا اموره، يا اموره. كل المشاكل ان الراجل مش عايز يصرف. اعترفي معايا بالحق. لا لا لا، في حاجات تانية يا دكتور. زي ايه؟ اديني مثال يا ضنايا، اديني مثال. هو على طول بينكدي قوي، وعلى طول مشاكل، مشاكل كل حاجه، كل حاجه. نكدي الراجل، نكدي جامد قوي. حضرتك انا كنت مستحمله والله. طب انا ممكن اسالك سؤال عشان انا متاكد من اللي انا بقوله؟ اتفضل. اديني مثال يا فندم لاثاره النكد، وانا هسيبك واتحدى لو ما قلتيش بسبب الـ بسبب الـ قالت له يا بابا عايزه الموبايل، اوه راح مفرقع الدنيا. قالت له يا بابا عايزه اجيب بتاع، اوه انت تشبعيش، انت تشبع. قالت له يا بابا عايزين نجيب كذا. لا يا هاتي لي نكد حبيبتي. اديني مثال للنكد خالي من الفلوس لو سمحت. لما بطلب مصروفات المدرسه، مصروفات مدرسه، ابوس رجلك بقى. انا دلوقتي ابوس رجلك لما اطلب مصروفات المدرسه. يعني اذا اول النكد اطلب، اطلب فلوس، فلوس. اهو يا حبيبتي، اهو يا حبيبتي. ما حضرتك لسه بتقول هو المفروض اللي ينفق مش الست، واحنا ما نساعدهمش على كده. طب انا قلت الكلام ده. مصروفات مدارس ودي ودروس يا فندم. احنا قلنا مفيش نفقه على البنت ولا على امها. انتوا اللي عودتوه. ما عودناش يا فندم، هو كده، هو كده، هو هو طبعا. لا، من اول ما اتجوزتي وانت قلتي هعمل كذا واسوي كذا. انا بتشاكل معاه. انا رافضه وبتشاكل معاه. طيب دلوقتي تساليني سؤال اديكي اجابه. انا نفسي تساليني سؤال اديكي اجابه تساوي مليار دولار من فضلك. طيب المشكله ان انا بتخانق معاه عشان هو يصرف على الدروس. رجعنا تاني عشان يصرف. انا مش انا رافضه استسلم في الوضع ده. ففي خلافات مستمره. بنتي دلوقتي في مرحلة حساسة، ان هي في ثانوي، محتاجة ان هي تذاكر كويس بهدوء من غير مشاكل. طبعا. فأنا دلوقتي عندي شقة، وقعدت أنا وبنتي في الشقة. أنا سؤالي دلوقتي، بنتي محتاجة استقرار، والبنت كويسة جدا في المذاكرة، بس محتاجة، مش محتاجة مشاكل ونكد باستمرار. فدلوقتي هل أنا أطلب هو رافض الطلاق، هو رافض ان هو يطلق. طبعاً. انا دلوقتي هستقل انا وبنتي كده. ممكن اسالك سؤال؟ ممكن اسالك سؤال؟ استني بس. لا خلاص، انا فهمت السؤال بقى. انا فهمت السؤال. بس انا من فضلك حبيبتي، حبيبتي 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 حبيبتي. انا عايز اسال سؤال. اتفضل. هو طالق، هو رافض الطلاق. اختاري حاجه من الاثنين. لانه يحبني. اثنين، لان الدهر قد فات وولى، ولم يعد في حياته فرصه للارتباط باخرى، او لا يجد، فوجدنا مطيه سهله، فكيف يفرط فينا وهو يبتزنا ويضيق علينا ويركب فوق رؤوسنا إجلالا واحتراما وفي قلوبنا مودة. اختاري. الاثنين أقرب. طب تمام، اثنين أقرب. اثنين. عايز أقول لك بقى كلمة قبل ما تسيبيني. هو ما قدرش يبتزني. استني، عايز أقول لك كلمة قبل ما تسيبيني. على فكرة أنا شريت شقة تمليك بفلوسي، هو ما قدرش يبتزني يا دكتور، فهي دي سبب المشاكل، إن أنا رافضة إن هو يبتزني. شاطرة. أنا باخد منه الفلوس بس بمشاكل. طيب عايز اقول لك، انا شريت شقه تمليك بفلوسي انا، وقاعده فيها حاليا وتمليك.
وفرشتها من فلوسي انا، هو ما حطش فيها جنيه. ما المشكله ان انا رافضه. هو 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 حضرتك دلوقتي الشقه اللي انت جبتيها من فلوسك قعد معاكوا فيها؟ لا انا ما قعدش يا فندم. اه بالظبط. انا وبنتي. هو هو حاسس دلوقتي انك انت قادره. هو لو كان سامعني دلوقتي هيقول الله يفتح عليك يا دكتور. وانا بقول هو حاسس انك قادره وانك لما قدرتي رمتيه. هو هيفسر كده. انا قادره من زمان يا دكتور، لان انا كان عندي شقه ايجار برضه، احنا متجوزين فيها اصلا. طيب حاضر. انا كان عندي شقه قديمه اصلا وهو متجوز فيها وقعد فيها 10 سنين لحد ما جاب شقه. لان انا كنت اسالك سؤال. اسالك سؤال معلش. اسالك سؤال. استني يا بت. اسالك سؤال كان احنا مش على الهوا، كان انا قاعد في بيتكم. اتفضل. عندك الرغبه في الراجل ده؟ لا. اتسدت؟ ايوه، لانه بخيل جدا ولانه نكدي جدا جدا. حتى لو كان بخيل مفيش احساس كده داخلي؟ لا لا خالص. لا خالص 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 ابدا. لا ابدا. ولا حتى بتيجي وانت في عز نومك كده لما تصحي تقولي لا 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 عبده حمد؟ مفيش كده خالص. لا يا فندم لا، ده هو رافض الطلاق. ولا صورته اللي على الموبايل؟ ولا ما عملتلوش صوره على الموبايل؟ ولا صورته اللي على الموبايل بتهز حاجه فيكي؟ ما بيتصلش يا فندم على الموبايل، ما بيتصلش ببنته. ولو جالك جرس ما تتمنيش ان هو؟ لو سمحتي لو سمحتي. ولو جالك جرس ما تتمنيش انه يكون هو؟ لا ابدا. انا عايزه انفصل. قفل المواضيع. انا طلبت الانفصال وهو رافض. بس انا عايزه. طب هو لما رافض حبيبتي انا، حبيبتي انا لما هو رافض الطلاق ما عرضش شويه للصلح؟ قال هصرف على عيني. لا انا هو غلطان رقبتي. لا انا لا محقوق. لسبب عليا لوحدي. هو عليا لوحدي. هو بيلوي دراعي عليا لوحدي. لا يا فندم لا يا فندم. هو بيلوي دراعي بان هو ما بيصرفش على بنته. فانا اللي بضطر اصرف على البنت لوحدي، فدي بيعملها لوي دراعي ولا لوي دراعي زائد بخله. انت معاشره بنت. اخر سؤال. اخر سؤال وهقول لك مع السلامه واجاوب. اتفضل. اجاوب. اخر سؤال. انت من خلال عشرتك له 20 سنه حاسه انه عمل خميره؟ ممكن. ايوه منعهوش. طبعا. ما يمكن معهوش؟ ما يمكن معهوش؟ لا معايا حضرتك، وكان بينكر وببقى شايفه الفلوس وهو شايلها وما بقولهوش. شايلها فين؟ شايلها فين؟ في الدولاب في البيت. اي يعني مش في البنك ولا حاجه؟ لا بس في البيت، بس مخبيها مني يعني 300 400 جنيه كده. استني بس، يعني 300 400 فكه؟ لا يا فندم، كام الف؟ كام الف حضرتك؟ هو بيقبض كويس. بيقبض كويس. ايوه فندم. امال بيودي فين لمده 20 سنه يا فندم؟ يا فندم بيودي فين الفلوس اللي مش راضي يديها ليكي ولا لبنته؟ بيوديها فين الواد الخربوش ده؟ انا كل ديت انا مش ما اشتكتش يعني. انا عشان موظفه ومعايا، فكنت ماشيه نفسي، كنت مصروف البيت. هو ما تاخذنيش يعني، هو ممكن يكون بيصرف فلوسه على حريم وحشه؟ لا ما اعتقدش. طب ما انت مؤمنه بيها اهو ان هو ما اعتقدش. لا ان هو بيشرب مخدرات؟ بيشرب مخدرات؟ مش لا مش في الحته دي اصلا. لا ولا سجاير ولا. طب حلو قوي. ولا دخان ولا سجاير ولا بتاع حريم؟ لا بس بخيل. هو بخيل ايه بس؟ ما هو البخيل لازم يبقى مال الكوزه اللي يجيبها. لا ده بابا يا دكتور. ما هو لو بخيل يا ضنايا يبقى محوش يا بنك، يا انت عارفه. ما هو محوش يا صندوق يا بت، بقى فيه 3.5 مليون دلوقتي او مليون ونص. الله اعلم. 20 سنه الله اعلم ايه بس. هتدبسوا الدين، هتدبسوا الدين في المعجنه بتاعتنا ليه؟ ما اعرفش عنه حاجه. ما تعرفيش ليه بتشوفي فلوس في البيت كذا الف؟ ايه؟ ما انت شفت الفلوس في البيت يا بنت، مداليها عني كلها. ما هي دي مش هتكون كلها، ما ينفعش. ودي والباقي؟ طب ما تدوري في المراتب وتلمهم له، حتى تاخدي اجر وثواب. المهم له ليه؟ ومش عارف يا دكتور، ده انصح من المصريين كلهم. انصح من نصيحه ايه بس؟ انت مش عايزه يا دكتور. يا دكتور بشكرك بشكرك. الراجل بخيل وانا لا اتهمه الا بانه مش لاقي يقيني المستقر عندي، كاني قاضي واستقر في يقيني انه مسكين مش لاقي. لان كان في اخوه في حياتي وقعدت مراته تقول معاه كده معاه كده لغايه لما مات، وانا اللي سددت ديونه. مبروك عطيه. ياما في الحبس مظاليم. الحاجه اللي عايز اقولها ليها نقطه واحده، اللي هي الاجابه اللي تساوي مليار دولار على السؤال اللي هي سالته لي. تتصور ده الشيطان اللي بيقول الكلام ده. تتصور انها لما تتطلق البنت هتعرف تذاكر؟ خلاص مشاكل في نيته، نكد في نيته، كل شيء يا راح. مش هيروح، مش هيروح، هيزداد ألما. كفاية ان بنتك هيسألوها الناس ماما اتطلقت ليه، وهتبتدي تشرح بدل ما تشرح الفيزيكال كيمستري والرياضة والماثماتكس ولم يعرفوا شيئا محال. مش هتعرف تجاوب، وكفايه ان هو هينكد عليكم عشان يشوفها، وحتى لو هو كان سيء مش عايز يشوفها بس عايز ينكد عليكم. وكفايه ان هتقول لك انا خايفه ماما،
وكفاية إن إحنا مجتمع بيشوف إن الطلاق عداوة. لو إحنا مجتمع مسلم ما إحناش كده يعني، لو إحنا كده هنقول إن الطلاق حل. المسلمين كده، الطلاق حل. اللي حضرتك بتطلبيه هو الحل عند المسلمين، وهو الكارثة عند الذين تسموا بالإسلام وليسوا بمسلمين. إحنا علشان نعالج، منى بتقول لي قول بحسن.